مرحبا بكم في مكتبتي. سأقترح عليكم في هذا المجلس الحديث عن بريد المغرب. بريد المغرب يتوفر على عناصر في غاية الأهمية، لأنه أي المغرب كان يعتقد أن التواصل بين الأمم والتواصل مع الأقاليم التي يحتكم إليها هي الضمان الوحيد لبقاء الدولة. أنتم تعلمون عن الملك الذي طلب من وزير الأنباء أو وزير الأخبار كما نسميه، طلب إليه أن لا يتردد في الاتصال به أي بالملك ولو كان الوقت وقت ليل. يقول لوزير الأنباء: الحجاب مرفوع عنك في الاتصال بي. لماذا؟ لأن كثير من الدول كان سبب سقوطها هو وصول النبأ متأخرا. لذلك فإن المغرب يجب أن نعتز بأن الدولة كانت فيه تعتبر أن البريد والخبر يعتبر من أدوات الدولة، بحيث لو لم يكن التواصل لما كانت الدولة. هذه الأخبار والأنباء والبريد من مكملات الدولة، أكسسوار ديال ليتا. لذلك فسنجد أن المغرب يتوفر على ما كان يسمى في المغرب القديم بالرقاص. الرقاص في الاصطلاح الحضاري للمغرب هو ساعي البريد، كلمة أتت من لغة عربية فصيحة. الرقاص آت من الرقص، والرقص بالمعنى القديم ليس فقط رقص الفنان أو غيره، ولكن الرقص هو المشي مشيا سريعا. هؤلاء الرقاصون، تستغربون إذا ما سمعتم أن هناك ظهيرا شريفا من عهد الموحدين يتحدث عن نظام الرقاصين وعن حقوقهم وعن دورهم في الدولة. الرقاصون كان فيهم الرقاصون العاديون الذين يؤدون البريد بصفة عادية، ولكن فيهم أيضا طبقة تسمى الرقاصين المسرعين، بمعنى أن هناك كان البريد العادي وكان هناك البريد السريع. هذا الظهير ينبغي أن يكون مرسوما لدى وزراء البريد، حتى يعرف الناس أجمعون أن المغرب منذ العهد القديم كان يقدر دور الرقاص، بحيث كان لنا رقاصون بين المدن المغربية، وكان هناك لنا أيضا بريد مضمون مع خارج المغرب عن طريق البعثات الدبلوماسية، عن طريق الوفود التي تروح خصيصا لهذا الموضوع. وقد دهشت حقيقة من أن بعض الوفود تتجه إلى جهات أخرى بعيدة على أن تلتقي بمن يحمل رسالة إلى الآخر. وأنا الذي أتحدث إليكم حضرت وعشت في مدينة فاس في ساحة النجارين، حيث كانت هناك دكاكين للرقاصين الذين
يتسلمون الرسائل أو يتسلمون الأمانات ليبلغها إلى أصحابها في الجهات الأخرى. أريد أن أقول لكم إن مهنة البريد ومهنة التواصل تعبر عن أن الدولة شاعرة بأهمية هذه المهنة التي خصصت لها في التاريخ الدبلوماسي للمغرب فصلاً خاصاً نظراً لأهميتها، ومتمنياتي للقاصين الجدد ولساعي البعيد كل التوفيق فيما يقومون به.